إيمان. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل نعمته وبركته من الان والى الابد امين. يقول المزمور: كل مجد ابنة الملك من داخل، مشتملة ومزينة باشكال كثيرة. كل سنة وحضراتكم طيبين. تعيد الكنيسة اليوم زي ما احنا كلنا عارفين بعيد القديسة العذراء مريم، واللي بيجي بعد 15 يوم من الصوم. وهذا العام هذا العيد يجي مميز زي ما سمعنا. قلت الكلام ده امبارح بالليل، كان في العشية يعني، كان متعودين ان الحياة بتبقى بطريقة طبيعية ونحتفل بالاحتفالات طول 15 يوم، ولكن شاءت إرادة الله ان احنا السنة دي نعيد بطريقة مميزة. بعد ما يعني حرمنا من نعمة القداس الإلهي حوالي 4 أشهر، ربنا حب يعني يطيب خاطر شعبه ويبرد قلوبهم بأنه سمح وأعيدت القداسات الإلهية قبل بداية الصوم بأيام قليلة. وكأن دي المعايدة اللي عيد بها ربنا علينا، إن احنا هنعيد السنة دي هذا العيد وهذا الصوم بطعم مميز وبطريقة جديدة. وبالفعل تعزينا بتعزية ليست بقليلة، ان ابتدت القداسات مرة تاني وعادت الحياة، وان شاء الله هتعود لسه اكتر واكتر يعني بالتدريج. ان شاء الله تعود كل خدمات الكنيسة كل انشطتها بالتدريج شوية بشوية. النهاردة واحنا بنحتفل بالقديسة العذراء مريم، الكنيسة بتقول لنا هذه الآية الجميلة في المزمور اللي احنا سمعناها: كل مجد ابنة الملك من داخل، مشتملة ومزينة بأشكال كثيرة. الحقيقة احنا متعودين لما نسمع كلمة مزينة احنا بنحط الزينة دايما فين؟ في الخارج. عادة الانسان يحب يزين نفسه بالخارج، خصوصا لو كان من السيدات، زينتهن دائما بتكون من الخارج، تضع الحلي، تضع الاشكال والوان من الزينة، وتتفنن في تشكيل ألوان وأشكال للزينة. لكن جاء المزمور النهاردة عشان يلفت نظرنا للقديسة العذراء مريم. عندها هي كمان زينة، ولكن زينتها من نوع مختلف. زينتها منين؟ من الداخل. عادة النفس البشرية، علشان مبقاش بنتكلم على السيدات بس، النفس البشرية الإنسان دايما بيهتم بالخارج، يتزين بالخارج. ممكن يكون الواحد فينا مليان غضب، او تعرض لموقف معين خلاه فقد اعصابه. الانسان اللي يعني اعصابه خفيفة ومش هيستحمل، هيبقى الغضب ده باين عليه من جوه ومن بره، مليان الغضب من جوه، واول ما يحصل موقف يروح مطلع علي صوته ويشوح بايديه ويعمل حركات وهكذا، خلاص بان عليه الغضب من الداخل والخارج. الانسان الحكيم اللي بنقول عليه احنا بمعاييرنا البشرية حكيم، يعرف يعمل ايه؟ يقطم الغضب ده ويخليه بس منين؟ من الداخل بس. واحنا ممكن نمدحه ونقول عليه: يا سلام، ده راجل حكيم، ده راجل باله طويل، ده راجل عظيم. هو بركان غضب من جوه، لكن قاعد من بره مبتسم الابتسامة الجميلة، وممكن يطبطب على اللي بيتكلم معاه ويقول له: معلش، وحقك عليا، وانا ما كنتش اقصد كده. وهو من جوه ايه؟ بركان غضب، ولكن من بره يحاول يزين نفسه. وبكرر واقول ده احنا بنسمي النوعيه دي ايه؟ راجل حكيم وراجل عظيم، ونمدحه ونشكره. لكن تخيلوا ان الفضيله ليست في هذا ولا في ذلك، لا في الراجل اللي بيتبين غضبه بره وجوه، ولا في الحكيم اللي احنا بنمدحه من وجهة نظرنا احنا بالحكمة ونقول عليه راجل عاقل وعرف يضبط نفسه ويضبط اعصابه، وغضبه اللي جوه ما اظهرهوش بره. ولكن الراجل الحكيم فعلا، الراجل اللي فيه الفضائل فعلا، الانسان اللي مليان بالفضيلة فعلا، هو الانسان اللي بيزين نفسه من الداخل بالفضيلة، ومش فارق معاه الخارج شكله ايه.
فلما يجي يتعرض لموقف صعب زي كده لا الداخل ولا الخارج يتأثر. جوه مليان زينة، جوه مليان صبر، جوه مليان احتمال، جوه مليان ملامة على نفسه لما يتعرض لموقف غلط. زي ما بيقول لنا كده التاريخ عن سير القديسين، واحد زي الأنبا موسى الأسود لما حب جربوه وقالوا له اطلع بره يا أسود اللون، يا مش عارف ايه اللي صفتك ايه، يا اللي نعتك ايه، مش بس ما صارش وما غضبش وما علاش صوته وما قالش انتوا بتقولوا عليا كده، اما في الكنيسه بتقولوا عليا كده، وفي دير وتقولوا عليا كده، اما البر هيعملوا فيا ايه، الله يسامحكم انتوا، لا 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 لا، ما عملش كل ده. كلنا فاكرين رد فعل القديس الانبا موسى الاسود، فاكرين؟ وطبعا قال ايه؟ قال حسنا فعلوا بيك يا اسود اللون يا رمادي الجلد، يا رمادي الجلد. قال ده هو ده الطبيعي، ده هو ده الصح، ما انا انسان وحش، ازاي انا كان في ذهني يجي بالي ان هم هيدخلوني الكنيسه ولا يقبلوني ولا يدوني اي منصب ولا اي رتبه ولا بتاع، ما طبعا شيء طبيعي مش هينفع. وبالتالي مش تظاهر حتى بان هو مش متضايق، لكن من جوه كان بركان، لكن بالعكس ده هو جاب الملامه على نفسه وخرج من الكنيسه وهو بيقول فعلا اللي قالوه الجماعه ده هو الصح وانا اللي كنت فاكر غلط، وخرج بزينة داخلية في نفسه. زينته كانت داخلية، فضلته داخلية حقيقية، وخرج في منتهى الهدوء، وخرج هو بيلوم نفسه، وخرج وهو شاعر فعلا ان هو ما يستحقش هذه الرتبة، عشان كده نادوه ورجعوه تاني ورسموا ساعتها البابا البطريرك او الاسقف اللي كان موجود في رتبة القسيسية، وصار القديس الانبا موسى قس. وهكذا الإنسان المسيح الحقيقي زينته منين؟ من الداخل، زينة حقيقية، مش زينة مزيفة، مش زينة ظاهرية، مش زينة اللي من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. أديكوا عارفين المثل وحافظين كويس، من بره رخام وقبور مبيضة من الخارج، ولكن زي ما قال السيد المسيح ولكن للأسف داخلها عظام نتنة. القديسة العذراء مريم كانت زينتها من الداخل، كانت حافظة فضائلها من الداخل، وبالتالي يستحق ان هو ينطبق عليها هذا القول المزمور: كل مجد ابنة الملك من داخل مشتملة ومزينة بأشكال كثيرة. زينتها الداخلية كانت هي ده مبدأ حياتها، تواضعها، بساطتها، تقواها الداخلية اللي خلاها الله يتطلع من السماء، زي ما بنقول في تسبحة في نصف الليل في يوم الأربع، نقول الآب تطلع من السماء فلم يجد من يشبهك، أرسل وحيده أتى وتجسد منك. الله اللي تطلع من السماء، الله الفاحص القلوب والكلى، الله اللي عارف خبايا القلوب وشايف خبايا القلوب، اللي الناس كلهم قدامه مكشوفين وعريانين وعارف كل أسرارهم وأحوالهم، لم يجد من يشبهها. فبالتالي هذه الزينة الداخلية هي اللي خلتها تستحق ان هي تكون أم الله، تكون هذه القديسة اللي هتطوبها كل الأجيال، زي ما هي تنبأت وقالت: وذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. الإنسانة اللي بكل تواضع يجي لها الملاك ويقول لها انت هتكوني ام الله، تقول له مش تشك ولا تقول له ما ينفعش ولا ينفع ولا بتاع، لكن ببساطة قلب ترد عليه. صحيح الاول قالت له كيف يكون لي هذا وانا لا اعرف رجل، ولكن قالت هوذا انا امة الرب، ليكن لي قولك. اللي ربنا شايفه هو اللي يكون، هيتشك فيا، هيتقال علي كلام بطال، الناس هتفهم اللي تفهمه، هوذا انا امة الرب. اللي سمح وقرر واختار واحدة زي ضعيفة وغلبانة عشان المهمة دي، هو اللي هيتولى الدفاع عني، هو اللي هيسد أفواه الأسود عني، هو اللي هيطفي لهيب النار عني، هو اللي هيعمل كل حاجة. أنا ما اخترتش حاجة، أنا ما ساعدتش الحاجة، ما ساعدتش الكرامة، ما جريتش وراها،
ما بذلتش اي مجهود عشان اوصل اي حاجة، وبالتالي انا لا اخاف ولا اضطرب ولا انزعج، ولكن السلام اللي هيبقى جوايا هيبقى داخليا وخارجيا، يزين نفسي من جوه، وبالتالي لما يطلع هذا السلام هيكون سلام غير مزيف، سلام حقيقي نابع من سلام داخلي، لان الزينة داخلية. القديسة العذراء مريم بتعلمنا كل يوم بصفاتها وبفضائلها الكتير والكتير. حبيت أشارككم في هذا اليوم المبارك وهذا العيد المبارك بهذه الكلمات، وكلنا نفتكر إن الزينة من جوه. يا بخته اللي يخرج النهاردة وهو عازم في قلبه أن يتعلم من أمنا القديسة العذراء مريم الزينة الداخلية اللي هتنضح وهتبان علينا خارجيا، وتبقى سيرتنا داخليا وخارجيا ممدوحة ومجدة عشان يمجدوا أبانا الذي في السماوات، مش عشان الفضل يرجع لنا احنا، ولكن علشان ليروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. ربنا يعيد عليكم الأيام بالخير والبركة، ودايما أعياد ودايما الأفراح في قلوبنا وفي بيوتنا وفي كنايسنا، ودايما الكنائس مفتوحة أبوابها أمام المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. تنيتشي سي امو خنقو ايه مبشار.